والآن نتحول إلى فقرة كاتب ومقال. المقال الذي اخترناه لهذا اليوم تحت عنوان حرب التحالف في اليمن لا تزال انتقائية وكية. كتب هذا المقال في موقع عربي 21 ياسين التميمي الإعلامي والكاتب اليمني الذي ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا بك أستاذ ياسين. حياكم الله أخي العزيز يحيى، تحية لك وللمشاهدين. تحية لك. لماذا أو كيف يمكن القول أو كيف توصلتم إلى مسألة أن حرب التحالف في اليمن انتقائية وتكتيكية؟ هذا المقال انطلق من فكرة أن الحرب دائما تحقق أهداف جيوسياسية تتعلق بالتحالف أكثر من أنها تتعلق بحاجة الدولة اليمنية لاستعادة نفوذها في اليمن. على سبيل المثال، المواجهات المسلحة التي دارت بين قوات العمالقة أو ألوية العمالقة السلفية مع الحوثيين في شبوة، كان هدفها استعادة ثلاث مديريات كان الحوثيون قد سيطروا عليها في سبتمبر الماضي. بطبيعة الحال سيطرة الحوثيين على هذه المديريات اكتنفها الكثير من الغموض، لم يتصدى لهم الطيران، لم يمنح الجيش فرصة لمواجهة الحوثيين، في الغالب جرى حرمان الجيش الوطني من الحصول على الأسلحة الكافية التي تجعله في موقف المواجه الكوف أو ربما المتفوق على الحوثي. الحوثيون في المديرية الثلاث كان وجودهم متواضعا، ومع ذلك وضع التحالف كل إمكانياته خلف ألويات العمالقة لكي يتحقق هذا التقدم السريع وتستعاد المديرية الثلاث، وهي في الحقيقة هو إنجاز أريد منه أن يضفي على وجود المحافظة الجديد مشروعية بخلاف المحافظة السابقة الذي كان قد أسس مشروعيته على أساس فرض نفوذ الدولة والتنمية والالتصاق بهموم الناس والتعبير بشكل صريح وواضح عن انتماء شبوة للدولة اليمنية. اليوم هناك التركيز من قبل الإعلام التابع للسعودية والإمارات على أن ما جرى في شبوة هو عملية قتالية قامت بها ألوية جنوبية بالتحديد، وهذا الأمر لم يعد حكرا على الإعلام، بل أن أطراف أساسية في التحالف منها على سبيل المثال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد الجابر وصف ألوية العمالقة بأنها ألوية العمالقة الجنوبية، وهي إشارة لا يعني تخفي تلك الدلائل التي دائما يحرص عليها التحالف، وهي أن دائما المعارك الكفؤة يخوضها مقاتلون جنوبيون بينما المقاتلون الشماليون ليسوا أكفاء. في الواقع أنا أردت أن أقول في المقال بأن المعركة الحقيقية التي تدور مع الحوثيين والتي يشعر الحوثيون بوطأتها هي المعارك التي تدور في مأرب، يعني أحيانا المعارك هذه تدور على مسافة صفر، هناك قتلى بالعشرات من الجانبين، طبعا ليس فقط من جانب الحوثيين ولكن الحوثيين هم أكثر من يتعرض للخسائر في تلك المعارك. هي 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 معارك يعني ضارية وعنيفة جدا، والهدف منها هي استنزاف الطرفين. هو المقال أيضا أشار إلى فكرة أستاذ ياسين، عذر على المقاطعة، قلت من الحقائق تتكشف بأن التحالف هو من يحرك ويتحكم بالعمليات العسكرية ونتائجها. يعني إذا كان الأمر كذلك، إذا لماذا لا يحسم التحالف المعركة مع الحوثيين؟ هذا السؤال سيبقى قائما، وهو طرح منذ يعني فترة مبكرة من الحرب، يعني أي قبل 7 سنوات كانت الظروف مهيئة للحسم العسكري الكامل تقريبا واستعادة صنعاء، لكن تبين فيما بعد أن التحالف لا يريد استعادة صنعاء بالآليات السلطوية الحالية، آلية السلطة الشرعية، يعني الجيش الوطني، القوى السياسية، الموالية الشرعية التي يمكن أن تحل مباشرة في المناطق التي سيندحر منها الحوثيون، لأن الحرب برمتها، الحرب التي يخوضها التحالف هي جزء من ثورة مضادة في الأساس، يعني أهدافها الجيوسياسية هي ثورة مضادة، الهدف القضاء على النظام الأساسي التي تشكل بعد ثورة 11 من فبراير، وبالتالي يرى التحالف أن لديه فرصة لإعادة تشكيل النخبة السياسية التي ستحكم اليمن فيما بعد الحرب. ثم تطورت طموحات التحالف لتشمل مخطط يقضي بإعادة تقسيم اليمن، طالما وهناك فرصة تاريخية اليوم متاحة للتحالف ليعيد تفكيك اليمن وإضعافه، ويعتقد أن الدول التحالف ستكون بخير إذا بقي اليمن ضعيفا مفككا. في الحقيقة نحن أمام مشكلة كبيرة جدا، وهي أن هذه الكثرة السكانية الكبيرة التي تزيد عن 35 مليون نسمة في جنوب شبه الجزيرة العربية هي التي ربما تشكل التوازن الاستراتيجي مع طغيان الجاليات الأجنبية في بلدان الخليج والتي
دابت معها الأقليات العربية المسلمة في هذه الدول، وهذه إشكالية كبرى. لا أدري ما هو السبب وراء حرص التحالف على تفكيك اليمن. كنا نتمنى أن يقود التحالف معركة تنتهي باستعادة الدولة واستعادة عافية الدولة اليمنية وإقامة شراكة استراتيجية مع هذه الدولة اليمنية على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي، وأنا أعتقد أنه هذا هو الضمان الوحيد لاستقرار المنطقة وليس تفكيك اليمن. وهناك نماذج في العالم تقوم على فكرة التكامل كما حدث في الاتحاد الأوروبي. لا يمكن لمنطقة جغرافية ما أن تعيش في استقرار طالما جزء منها يتألم أو يشعر بالألم أو يعاني من الفوضى والاضطراب. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا عبر سكايب في فقرة كاتب ومقال، الكاتب اليمني والإعلامي ياسين التميمي. شكرا جزيلا لك.